السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد، في مقطع أسطوري كما ترون. في مقطعنا هذا وكما ترون على الشاشة سوف يكون عن خبر صار للجميع إن شاء الله. قبل البدء في الاطلاع على هذا الخبر، أتمنى منكم إشراك في القناة، تفعيل زر الجرس للوصول إلى 60,000 مشترك في أقرب وقت إن شاء الله. أما الآن يا أساطير سوف ندخل في موضوعنا. كما تعلمون ليونيل ميسي الأسطورة حصل على الكرة الذهبية رقم 8 يا أساطير. نعم يا أخواني الكرام، اكتبوا لي في التعليقات هل يستاهل هذه الكرة أم يستاهلها هالاند أو كيليان مبابي. الكل سوف يكتب لي يعني رأيكم الشخصي في التعليقات. المهم هذا ليس موضوعنا يا أخوان، موضوعنا أن شركة كونامي كما ترون على الشاشة هنأت ليونيل ميسي في موقعها لحصوله على الكرة الذهبية رقم 8. وماذا نستنتج يا أساطير؟ نعم، بما أن ليونيل ميسي سفير لكونامي رسمي يا أساطير، فسوف نحصل على ليونيل ميسي كما ترون على الشاشة مجانا، وتكون نسخة إيبيك أسطورية يا إخواني الكرام. المهم يا أساطير، بنسبة 90% سوف نحصل على بطاقة ليونيل ميسي وتكون نسخة إيبيك. نعم يا إخواني الكرام، لأن ليونيل ميسي سفير لكونامي، فمستحيل أن لا تحتفل اللعبة وتهدي لجميع متابعيها أو لجميع يعني لاعبي بيس موبايل ليونيل ميسي مجانا نسخة إيبيك إن لم تهدينا هذه النسخة يا أساطير، ولكن بنسبة قليلة. فسوف تكون حملة جديدة كما ترون على الشاشة، نحصل من خلالها على كوينز يا أساطير أو على لفات مجانية في باكجات الإيبيك أو شيء من هذا يا أساطير. يعني غدا إن شاء الله انتظروا، سوف تكون حملة أسطورية. وأنا رأيي الشخصي أتوقع بنسبة 99% أن نحصل على نسخة ليونيل ميسي نسخة إيبيك، وتكون مجانية للجميع فقط من تسجيل الدخول لغدا يوم الخميس. إذا كان هذا الخبر صار بالنسبة لك يا أخي الكريم، اشترك في القناة، فعل زر الجرس لتكون أنت الأول في التعرف على جميع تسريبات مضمونة لبيس موبايل 2024، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.